طائرات F-16 المقاتلة ستصبح أخيراً بحوزة أوكرانيا، وذلك بعد أن وافقت أمريكا على دعم مطلب أوكرانيا في حصولها على الطائرات. وكالة رويترز للأنباء اطلعت على رسالة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الدنمارك وهولندا التي وافق فيها على إرسال المقاتلات. أكتب لأعبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لنقل الطائرة المقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، وسندعم تدريب الطيارين الأوكرانيين بوساطة مدربين مؤهلين لتشغيل المقاتلة. الرسالة هذه جاءت بعد أن طلبت الدنمارك وهولندا تأكيدات من أمريكا بأنها موافقة على عملية نقل مقاتلات F-16 من هاتين الدولتين إلى أوكرانيا. أما عمليات التدريب فستبدأ هذا الشهر في الدنمارك، حيث أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن ستواصل تدريب القوات الأوكرانية على طائرات F-16، مشيراً إلى أن إرسال هذه المقاتلات إلى كييف يحتاج لموافقة الكونغرس. يذكر أن أوكرانيا سعت كثيراً للحصول على المقاتلة الأمريكية الصنع، نظراً لأن مخزونها من الطائرات الجوية المقاتلة يقتصر على بضع طائرات مصنعة على الطراز السوفيتي، وترغب بطائرة F-16 كونها مقاتلة متعددة المهام، ولديها القدرة على الطيران في جميع الظروف الجوية، وتستطيع حمل الأسلحة النووية والتقليدية، ويمكن تعبئتها بالوقود أثناء الطيران، وهو ما يزيد من مرونتها أثناء المعارك.